هندخل بقى على تاني جروب هو الامينز. طبعا مهمة جدا الاستراكشر بتاعي RNH2. ال NH2 دي بتتغير according to ال nature بتاع الامين، هل هو primary secondary tertiary زي ما احنا هنشوف في الاستراكشر بتاعتي. طبعا اي حاجة هيبقى فيها امين جروب هتهمني قوي قوي في الفارماكولوجيكال اكتيفيتي، لانه زي ما احنا عارفين جسمنا اصلا مليان NH2. هي طبعا البرنسبال جروب اللي بتبتدي بتحمل اصلا بوزيتيف تشارج. احنا قلنا الامين هي بيزك والكواترنري امين هي عباره عن نيوترال فانكشنال جروب. طب دي عباره عن بيزك يعني تحمل بوزيتيف تشارج، فهتانتر اكت بسهوله مع الحاجات اللي بتحمل النيجاتيف اللي هي بقى الريسبتور مثلا، الالكتروستاتيك فورس هتزيد بقى والحاجات دي كلها. نرى بقى الكلام المكتوب. الامين جروب can be considered as a single most important group for conferring pharmacological activity زي ما احنا قلنا، بسبب وجودها اصلا في الجسم بكميات كبيرة، وهي البرنسبال جروب اصلا في الأورجانيك مولكيول في الليفينج ستراكشر. طيب انا عندي بقسم الامين بقى according to ايه، according to الان دي مرتبطة بايه بالزبط. تمام، زي ما احنا شايفين في الستراكشر بقسمها لبرايمري وسكندري وترشري وفي الكواترنري امين. يبقى كده كل فكرة الامينز ان انا ابص على النيتروجين اللي ماسكه في الاتش وماسكه في الالكايل جروب، ماليش علاقه بدول دلوقتي، انا بشوف الام ماسكه في كام اتش، ان ماسكه في 2 اتش، يبقى ان اتش 2 كده زي ما احنا شايفين اهي سميتها ايه برايمري امين. يبقى لما اجي ارسمها مثلا هتبقى ار ان اتش اتش. تمام، الان ثلاثيه زي ما هي اهي، الكربون رباعيه. طيب هنا الان ده مسكت في اتش واحده بس وماسكه في 2 جروب ار وار، على حسب الاربع عامله ازاي، الكايل ميثايل ايثايل براحتنا خالص، المهم ماسكه في واحده فقط من الاتش. طب هاجي الاقي الترشري امين مش ماسكه اصلا في اتش خالص، ده ماسكه ان وثلاثه ار 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 ار، على حسب النيتشر بتاعه الجروب نفسها عامله ازاي. طب الكواترنري امونيوم او الكواترنري امين دي بتشوف الان ماسكه فيه 4 جروب واخده طبعا الايه البوزيتيف تشارج، وطبعا غالبا بتبقى نيوترال، انما الحاجات دي بتبقى بيزك فانكشنال جروب. طيب الوجود الار دي يعني مش هاب هازارد كده، ولكن وجودها بيؤثر معايا جدا في الاستراكشر بتاعي. النمبر اوف الكايل جروب اتاتش تو نيتروجين اللي هي الار دي والار 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 هاز افكت على البازستي بتاعت او البيزك نيتشر يعني بتاع الامين نفسه. فالاوردر بتاعي كل ما زودت الار في الاستراكشر بتاعي كل ما البيزك نيتشر بتاع الامين ده كل ما زاد. تمام، يعني الحاجات اللي فيها 2R اللي هي secondary amine اكبر من في البيزك نيتشر يعني من البرايمري امين، يبقى السكندري اكتر من البرايمري امين، والترشري يعني البرايمري حتى اكتر من الترشري شويه، الترشري له بعض الحاجات كده يعني خاصه بيه شويه، فايه ما بنتسالش عليها لان هو له بعض الاكسبشن شويه. تمام، ولكن خلونا دايما بنقارن بين السكندري والبرايمري امين. يبقى انا عندي دلوقتي الاوردرنج اوف بيزك كاركترستيك، هل هو سترونج او ويك او الكلام ده كله، بلاقي السكندري امين عشان عدد الالكايل جروب دول اكتر، فبلاقيه مور بيزك ان نيتشر عن اللي هي البرايمري امين عشان فيها الكايل واحده. قصه بقى الترشري ملناش قوي ان احنا ندخل فيها، ولكن يعني اللي عايز يعرف السترينث بتاع الترشري امين نفسه بيتحدد او بيتاثر بالستيريك فاكتور بتاعت الالكايل جروب الموجودة. كل ما كانت زحمة قوي كل ما كان المركب البيزك نيتشر بتاعته قليلة، عشان بيبقى السيرفس اريا بتاعته بتتأثر شوية وبيبقى مور فلاتند، قصص كده ليها علاقة بالستيريو كيمستري والثري دي ستراكشر بتاعه، ففي الاخر بيرديوس البيزك كاركترز بتاعته، فدايما هلاقي الترشري من في الاخر. يبقى احنا كده قلنا السكندري هي اكتر واحده، كل ما زادت عدد الالكايل جروب كل ما زاد البيزك كاركترز بتاعته، فكل ما زاد البي كي اي. طبعا البي كي اي بتاعتي هتاخد هاير فاليو في السكندري عن البرايمري، فهيبقى مور بيزك عن البرايمري. قبل ما ندخل بس على الاروماتيك امين هناخد كلمتين عن السوليبيليتي. بالنسبه للذوبان بتذوب عادي في الميه مفيش مشكله، والسكندري امين طبعا بتعمل لي سترونجلي بيزك سوليوشن مع الميه. تمام،
انما الترشري امين برضو فيها بعض الاختلافات زي ما احنا قلنا، ففي الغالب مش هيسال فيها. فالترشري امين لو انا بتكلم مثلا عن نون بولر سولفنت، اي نون بولر سولفنت بقى ونون بولر كونديشن، هي هتبقى ذا سترونجست بيز. الكاركترز بتاعتها بتتاثر شويه وبتختلف على حسب حاجات كتير، فيعني ايه ما نشغلش بالنا بالقصه دي، في الغالب ما بيسالش فيها قوي. عندي بقى الاروماتيك امينز، يعني ايه؟ يعني مجموعه ان اتش 2 او ان اتش او ان واحده ماسكه في اروماتيك رينج، اللي هي الرينج اللي هي البنزين رينج العاديه. دي بتبقى فيري ويك ديو تو الكترون ويزدراوينج افكت اوف بنزين رينج. مثلا لو عندي الانيلين اللي هو البي كي اي بتاعه اللي هو ده كده عباره عن 4.6، ده قليل خالص. في لما اجي اشوف البيزك كاركترز بتاعته هلاقيها قليله. طب لو انا عندي حلقتين بنزين رينج هما ماسكين في ان اتش، ده قل وقل البي كي اي بتاعتي بقت 0.8، تمام، فقل البيزك كاركترز بتاعتي، وهكذا برضو نفس الكلام. طب هلاقي هنا مثلا البي اتش بتاعت الاماينز العاديه ممكن توصل ل 9 و10 و12 وكلام كبير كده، تمام، فبتبقى مور بيزك. يبقى دايما كده الاروماتيك اماينز هلاقيها لس بيزك او فيري ويك بيزك عن اخواتها من الالفاتك عشان وجود الاروماتيك رينج الموجوده دي. وكل ما زاد عدد الاروماتيك رينج وكل ما ايه البي كي اي بتاعتي قلت وقلت. طيب في حاجه اسمها هيتيرو سايكليك رينج زي ما احنا شايفين كده، هي عباره عن رينج ما فيش فيها اي دبل بوند خالص. البيزك بروبرتيز اوف امين ساتش از بيبردين، بيبردين رينج دي مهمه فنعرف شكلها، ما فيهاش اي دبل بوند خالص وعباره عن ان اتش وماسكه في جوه الحلقه نفسها اللي بنسميها هيتيرو سايكليك. يبقى ان اتش موجوده جوه الحلقه مش بره، يعني مش الحلقه مقفوله وهي ماسكه فيها من بره، تمام. فدي برضو من الحاجات المهمه اللي المفروض نحفظها. البي كي اي هنا تقريبا بتوصل برضو ل 11 حاجه كده، وطبعا كل ما زودت او حطيت دبل بوند كل ما زودت ايه السترينث بتاع البيزك نيتشر بتاعي. فهلاقي مثلا البيرول دي برضو مهمه، لازم احفظ الرينج نفسها. البيرولودين مش مهم قوي ولكن اعرفوا الشكل بتاعها بس، دي فيها 2 دبل بوند فبتؤثر برضو على البيزك كاركترز بتاعتي. دي برضو معلومتين يعني كده على الاروماتيك امين والهيتيرو سايكليك امين. يبقى انا بقى لو عايز ارتب البيزك نيتشر بتاعتي، طبعا لو انا عندي حاجات زي الان او اتش مكتوبه بالنسبه لي او كي او اتش او الحاجات اللي هي ان اورجانيك دي، هتبقى ان اي او اتش هي اعلاهم، تمام، اعلى من اي حاجه من دول. وبعد كده هلاقي الاليفاتيك اللي هي قلنا برايمري وسكندري وترشي، وطبعا بتتقسم بالتقسيمه اللي احنا شفناها فوق اللي هي سكندري وبرايمري اكتر من الترشري. وبعدها كده هلاقي ايه الاليسايكليك اللي هي الهيتيرو، الهيتيرو سايكليك مثلا هحط هنا الهيتيرو، وفي الاخر خالص اللي هي الاروماتيك. والاروماتيك كل ما زاد عدد البنزين رينج كل ما قلت في ال بيزك كاركترز بتاعتها. والكواترني امونيوم كومباوند قلنا ان هي نيوترال ملهاش علاقه بالقصه اللي احنا بنقولها دي، فعشان كده ما ذكرتهاش معايا. بتستخدم في استخدامات اخرى، مثلا ان هي بتبقى ديسنفكتنت مثلا، والقصص اللي هي بتاعت بقى الكليننج والديسنفكشن والحاجات دي، تمام. ففي الغالب ما بيحصل لهاش ميتابوليزم، فمعلومتين كده نعرفها عنها وخلاص. الاميدازول رينج طبعا من الحاجات الفيري فيري امبورتنت، ما ينفعش محفظش الشكل بتاعها ده، ويبقى البي كي اي بتاعها 7 اراوند ان هي نيوترال او بتميل للبيزك نيتشر شويه وبتبقى ويك بيز. يبقى عباره عن 2 نيتروجين في الحلقه الخماسيه وفي 2 دبل بوند. مهمه قوي دي وبتيجي دايما تتكرر قوي في الامتحان، يقول لي مين اللي من دول اميدازول، او مين اصلا من المركبات دي فيها اميدازول رينج، وبيجيب لي طبعا بعض الادويه بيبقى فيها اميدازول. الاميدازول رينج عباره عن 2 نيتروز زي ما احنا قلنا اتوم ان 5 ممبرد رينج از ويل از 2 دبل بوند زي ما احنا اتكلمنا من شويه، وطبعا بتبقى فيري ويك بيز، بتبقى ويك بيز. البي كي بتاعها بتميل الى النيوترال شويه فبتبقى ضعيفه عن الحاجات الثانيه. طيب موجوده في ايه؟ موجودة ده في الهستامين. الهستامين ده الشكل بتاع الهستامين هيبقى مهم بالنسبة لي،
ده شكل الهستامين عشان لما نيجي ندرسه وبيجي في الامتحان ونيجي ندرس ال H1 وال H2 antagonist بيبقوا شكلهم resemble to الهستامين بتاعي. ده كده البيزك ستراكشر او الفارماكوفور. لو انا شلت الار دي وحطيت مكانها H بقت CH2 يعني ده كده بقى الهستامين. طب لو شلت الار دي وحطيت مكانها كاربوكسيليك جروب COOH بقى الهستدين اللي هو البريكيرسر بتاع الهستامين. ودي معلومة برضو مهم. طيب عندي المركب التاني اللي فيه الرنج دي الرنج اللي احنا بنقول عليها اللي هي الاميدازول اهي. ودي برضو الاميدازول اللي احنا لسه قايلين عليه موجودة في طبعا ال H2 بلوكر. وزي ما احنا اتكلمنا هي ريلاتيفلي هي شبه الهستامين عشان تروح تمسك في الريسبتور بتاعه. وهلاقيها برضو موجودة في الاوميبرازول مثلا اللي هما البي بي ايز. والحاجات دي هناخدها ان شاء الله في اماكنها ونعرف الاستراكشر بنعرفه ازاي. وطبعا موجودة تقريبا في معظم الازول زي المايكوكونازول والكيتوكونازول تقريبا والقصص دي. بعد كده بقى في الجوانيدين. الجوانيدين برضو من الحاجات السترونج بيزك زي ما احنا قلنا بنلاقيها موجودة في الميتفورمين. فده شكلها برضو تحفظ. والميتفورمين طبعا هنحفظه كده كده واحنا بناخد الانتي دايابيتك ميديكيشن. ولكن جبته هنا لما اشوف الحاجة مرة واثنين وثلاثة عيني هتتعود عليها فاحفظها بسهولة ان شاء الله. الاستراكشر لما ندخل فيها ان شاء الله نتعلم طريقة كده نحفظها بسهولة. وطبعا الريبيتنج هنا هيبقى very very important وهي كلمة السر. ممكن امسك الاستراكشر مثلا اكتبها بايدي احسن ما اشوفها مصورة. اكتبها انا بشكل معين مرة واثنين وثلاثة بعد طبعا ما بصت لها مرة واثنين وثلاثة وعلقها عندي في الأوضة بتاعتي على المكتب مثلا على الدولاب على اي حاجة ببص عليها كل شوية او عينيا بتبص عليها كل شوية بحيث ان انا واحدة واحدة ببتدي اثبت الاستراكشر ده. خلاص ده اتبنى عندي في البرين ان الاستراكشر الفلان اللي شكله الحتة الفلانية دي او في الجزء ده بقى المركب الفلاني. فخلاص ان شاء الله مش هنساه. طبعا الجوانيدين very strong basic زي ما احنا اتكلمنا وcompletely ionized. طبعا very اي حاجة قلنا strongly basic هتبقى completely ionized في الphysiologic pH. السلط فورميشن هنا بقى يهمني قوي شوية. ليه؟ لان انا لو خدت الامين as it is كده زي ما هي غالبا مش هتدوب في المية. يعني زي ما هي الفري بيز بتاعها كده مش هيدوب في المية قوي. ولكن لازم احطه في سولت فورميشن عشان احسن ذوبانه ويبقى الذوبان بتاعه مية مية. عشان كده بعملها بقى في سولت فورم تبقى ووتر سوليبل. ممكن اعملها مثلا اخدها بقى بارنترال اي رود زي ما احنا اتكلمنا قبل شوية. مثلا لو اتكلمنا السولت اوف امين ار ووتر سوليبل عشان كده ما باخدش الامين از ات از كده واحطها في دواء. لا ده انا باخد السولت فورم منها عشان يبقى ووتر سوليبل اند كان بي purified by recrystallization. الحاجات دي بس نعرفها. and are less susceptible to oxidative degradation than the free base. الفري بيز نفسها لو انا خدتها مش هتبقى water soluble فهتعمل لي مشاكل في الديسوليوشن ومش هينفع حينها IV. فعشان كده معظم الامين بتتاخد على هيئة salt form تحسن الwater solubility وكمان تخليها less susceptible to degradation. وبعمل لها purification بايه؟ بحاجة اسمها recrystallization. reactions بقى of amines او الميتابوليزم بتاعي بيحصل لها ايه حتى ميتابوليزم او بره الجسم يا اما في اثناء الستورج او بعد ما خدت الفورموليشن نفسها بيحصل لها ميتابوليزم. احنا قلنا طبعا الكواترني امونيوم كومباوند خلاص دي نون ميتابولايزد فلو خدتها بالفم يعني هتنزل ان تشينجد في البول. ولكن الامينز كلهم طبعا احنا قلنا هنتكلم مين عن البرايمري والسكندري لان الترشري فيها كلام اخر. الكل الامين اللي هم البرايمري والسكندري امين سسبتابل تو اوكسيديشن الالفا كربون وخصوصا الاروماتيك امين. يعني لو انا خدت الامين كده as a basic nature او free base بتاعها تبقى very susceptible to oxidation بالambient air الاير العادية فهتبقى prone to oxidation جدا وخصوصا طبعا الاروماتيك امين عشان كده بعملها في salt 4. التيرشري امين ممكن بقى يعني زي ما احنا قلنا التيرشري امين ليها شويه سبيسيفيكيشن كده او كاركترز معينه ولكن نعرفها بتعمل لي حاجه اسمها ان اوكسايدز. الان اوكسايدز دي هي نفسها بتبقى ان ستيبل وبتبتدي على طول تحصل لها ديكومبوزيشن للسكندري امين
او السكندري امين وتديني الدهايد كومباوند، يعني بتتحول، نعرف بس الجمله دي، التيرشري امين بتتحول ب في الجسم او حتى في الديجراديشن لحاجه اسمها ان اوكسايد، وبعد كده الان اوكسايد دي اصلا بتبقى ان ستيبل جدا، فلازم يحصل لها ديكومبوزيشن بسرعه وتتحول لايه السكندري امين والالدهايد في نفس الوقت. برضو نفس الفكرة بيحصل لهم acylation أو acetylation. الـ primary والـ secondary amine can be chemically acetylated أو acylated بالـ acid anhydride to give amide عشان تتحول لأميد، وهناخد الأميد بعد شوية، وهتبقى مهمة جدا بالنسبة لي في الميتابوليزم بتاع السلفوناميد، ده واحد من الانتيبيوتكس طبعا اللي احنا عارفينها، والايزونايزايد ده واحد من الانتي تي بي اللي درسناهم. فمهم قوي الـ acetylation أو الـ acylation، هما الاثنين ممكن يقولي كده مفيش مشكلة، بتبقى مهمة قوي في الميتابوليزم بتاع السلفوناميد وبتاع الايزونايزايد. معلومة كده عن الكواترنين امين، احنا يعني قلنا الكلام ده، السولت بتاعها فورمت باي دايركت رياكشن اوف تيرشري امين مع الالكايل هالايد، واهم حاجة ستريمايد، وطبعا استخدامها بيبقى اذر زين ان انا اخدها اورال في دراج، فبتبقى ديسنفكتنت بقى والحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية دي. برضو كده يبقى خلصنا كل ما يخص او المعلومات المهمة في الامينز، وطبعا من المعلومات اللي احنا قلناها كلها مهمة. هندخل بقى على جروب تاني وهو الالكول، برضو من الحاجات المهمة جدا. الالكول ROH في الاخر كده بيبقى OH، عشان كده سموه اول الكوهول، الكوهول بيوتانول، هلاقي في الاخر فيه اول، تمام، يعني اختصار يعني تسهيلا كده نعرف ان ده الكول ولا لا. فهلاقي في او اتش برضو على حسب الاو اتش دي او السي اللي هي ماسكه في الاو اتش ماسكه في كام كربون زي ما عملنا في الامين، هنعرف هو برايمري ولا سيكندري ولا تيرشري. خلاص تعالوا نقرا الكلام وبعد كده ناخد التقسيمه. الهيدروكسيل جروب اللي هي الاو اتش دي بتبقى مهمه جدا جدا في الذوبان بتاع الالكول نفسه. طبعا الالكول بيدوب في الميه، هو ووتر سولوبل عشان فيه او اتش فيعمل لي هيدروجين بوند. السولت اوف امين هو ووتر سولوبل عشان برضو بيعمل لي هيدروجين بوند، ولكن وجود الفري بيز في الامين بيبقى ليس ووتر سولوبل. الهيدروكسيل جروب دي مهمه جدا عشان بتبرمت الهيدروجين بوندنج مع الووتر مولكيول، فطبعا ده بيحسن السولوبيليتي. فباللوجيك كده كل ما زودت عدد الاو اتش في الالكول بتاعي او في المركب بتاعي، كل ما حسنت السوليبيليتي ان ووتر عشان هزود الهيدروجين بوندنج. الووتر سوليبيليتي اهي، ووتر سوليبيليتي مهم جدا جدا. ووتر سوليبيليتي انكريزز از نمبر اوف او اتش او هيدروكسيل جروب از انكريزد، فيري فيري امبورتنت، لازم اعرفها، ما ينفعش اعدي الالكول بدون ما اعرف المعلومتين دول. يبقى كل ما زودت الاو اتش في الالكول نفسه عدد الاو اتش، كل ما زادت السولوبيليتي. طيب الالكول اصلا مش عبارة عن او اتش بس، طب ما في الكايل جروب سي اتش 2 سي اتش 3 مثلا، وبعد كده في او اتش في الاخر، او سي اتش 2 سي اتش 3، او هزود بقى سي اتش زي ما انت عايز براحتك، تمام. ففي الكايل جروب او اليفاتيك تشين، كل ما زودت النمبر اوف الكان تشين ده، كل ما قللت الووتر سولوبيليتي. فاكرين البويلنج بوينت هناك ده، انا كل ما زودت الالكان اللي هي CH2 حطيت اكتر واكتر واكتر، كل ما زودت الفاندر فيلز، كل ما ده اثر على اللايبوفيليستي والانتر اكشن اللايبوفيليستي، فاكيد باللوجيك كده هيؤثر بالعكس او بالسلب على الهيدروفيليستي، صح كده؟ احنا بنربط بس المعلومات عشان ما ننساش. الووتر سولوبيليتي ديكريزس ويز انكريز النمبر اوف كربون في الالكان تشين، يعني كل ما زودت سي اتش 2 هنا كل ما قللت السولوبيليتي، انما هناك كل ما زودت سي اتش 2 كل ما حسنت اللايبوفيليستي وزودت الفاندر فيلز فور زي ما احنا اتكلمنا. السايد تشين tends to improve solubility، طبعا ده عكس الكلام اللي احنا قلناه في الالكان، يعني بس جاست احنا بنعمل كونكشن بين المعلومات عشان ما نحسش او نحفظ المعلومات قبلك كده في كل مكان على حده، ده غلط. يبقى انا دلوقتي قلت في الالكان، الالكان العاديه وجود السي سي سي، كل ما زودت السي الكربون ده على الستريت فورم، كل ما حسنت اللايبوفيليستي والفاندر فيلز فورس، صح؟ طب هنا باللوجيك كده في الالكول، كل ما زودت الدي
انا بحسن الليبوفيلستي فاكيد هتنعكس على الهيدروفيلستي بالعكس، تمام. طب هناك انا قلت البرانشنج، لو عملت برانشنج بسي اتش 3 سي اتش 3 او سايد تشين يبقى انا قللت الليبوفيلستي، فهنا على العكس هامبروف الهيدروفيلستي او هامبروف الووتر سوليبيليتي. يبقى انا كده بالاختصار عشان احسن السوليبيليتي بتاع الالكول، هو كده كده بيدوب يعني، ولكن عشان ازود السوليبيليتي بتاعته لازم ازود عدد الاو اتش بتاعتي او اقلل عدد الكربون في الالكين تشين اللي هي في الستريت تشين، او لو انا مش قادر اعمل كده اعمل سايد تشين او برانشنج عشان امبروف السوليبيليتي. طبعا عندنا حاجات بتبقى موت ووتر ميسبل او ووتر سيلبل زي الميثانول، ايثانول، بروبانول، كل طبعا قلنا اي حاجه اخرها اقول في الغالب هتبقى الكول، تمام. بعد كده البيوتانول مور سوليبل زين بنتانول، وده سؤال لحضراتكم هتجاوبولي عليه، ليه البيوتانول مور سوليبل زين بنتانول؟ ده هتبحثوا عنه ان شاء الله، هو سهل جدا من الكونسبتس اللي احنا جبناه، حضراتكم بس ابحثوا عن الاستراكشر وانقلوا الكونسبتس او طبقوا الكونسبتس دي عليها تعرفوا تجاوبوا السؤال ده، وهنشوف اجاباته ان شاء الله في الجروب. ونفس الكلام برضو التيرشري بيوتانول وود بي مور سوليبل عن الانابيوتانول، كل دي طبعا هي صح، انا مش مكتوبه كده عشان سؤال هي صح ولا غلط، لا هي صح، ولكن حضراتكم هتقولوا ليه. الالكول ار سلايتلي مور بيزك زان ووتر، ولكن هو لوحده النيتشر كده هو نيوترال، يعني لو جالي قال لي هو الالكول النيتشر بتاعته ايه، هو نيوترال، ولكن لو قارنته بالميه بيبقى سلايتلي بيزك عن الميه شويه، يعني يبقى اكثر قلويه عن الميه لان الميه خلاص هي النيوترال الوحيد يعني. The ease of dehydration is الديهايدريشن بتاعتي بتعتمد برضو على الالكول بتاعي نوع ايه، تيرشري ولا سكندري ولا برايمري. الشري بيبقى اكتر من السكندري اكتر من البرايمري، كل ما قللت عدد ال H وال O H والهيدروجين بوندنج كل ما كان liable to hydration dehydration بسرعة. الالكول are not readily oxidized under normal condition of storage and sealed in a sealed container at room temperature. فدي برضو كلها معلومات مهمة عن الالكول. طيب تعالوا بقى ناخد الالكول الديفرنت الكول، مثلا احنا قلنا عندي برايمري وسيكندري وترشي زي الامين بالظبط، ببص للسي اللي مرتبطه بالاو اتش، لو لقيت فيها 2 اتش يبقى كده دي برايمري الكول، لو لقيت فيها اتش واحد او الكايل اللي هي ار سايد تشين يبقى دي سيكندري، لقيت ما فيهاش اتش خالص دي سوري ما فيهاش اتش خالص ولقيت فيها 2 الكايل وواحده طبعا يعني 3 الكايل جروب، فهبتدي اقول ان دي عباره عن تيرشري الكول. يبقى السكن البرايمري الكول فيه H2H OH وطبعا متصلة بالكايل تاني عشان تبقى رباعية، والسكندري متصلة بH واحدة، والتيرشري مش متصلة اصلا بأي H تمام، ولكن متصلة بثلاثة الكايل جروب، وعرفنا طبعا ايه فايدة الالكايل والكلام ده كله تأثيره على السوليبيليتي والميتابوليزم. طيب تعال احنا قلنا الميتابوليزم بتاعي دايما بيحصل بالاكسيديشن على حسب الالكول بتاعي، ولكن الديجراديشن بره لو انا خزنته بطريقة كويسة في سيلد كونتينر حتى في الروم تمبريتشر الاكسيديشن او الديجراديشن باي اكسيديشن بيبقى صعب جدا. فهنا انا بتكلم على الميتابوليزم جوه الجسم، لو عندي برايمري الكول بيحصل له كلهم طبعا بيحصل لهم اكسيديشن فيما عدا التيرشري الكول بينزل ان تشينجد ما بيحصلوش ميتابوليزم، فدي هيحصل لها اكسيديشن وتتحول لالدهايد، دي معلومه فيري فيري امبورتنت. اي برايمري الكول بيحصل له اكسيديشن بيتحول لالدهايد، تمام، الالدهايد المقابل ليه طبعا، والالدهايد طبعا بالتبعيه بيحصل له اكسيديشن على طول عشان يتحول للكربوكسيليك اسيد المقابل ليه، تمام. طيب لو هو سكندري الكول برضو بيحصل له اكسيديشن لكيتون ويقف على كده خلاص، طب لو الكيتون حصل له ريدكشن هيرجع برضو لسكندري الكول. طيب التيرشري الكول زي ما احنا قلنا not metabolized excreted unchanged، ودي برضو اللي احنا قلناه، يعني مثلا عندي المركب اللي هو فوق ده CH3CH2OH ده بسميه ايثانول مث اث، يعني في 2 كربون بقى اث والاو اتش بقى الكول فسميته ايثان ايثانول، تمام، السي اتش 3 او سي اتش 3 سي اتش 3 بسميها ايثان، فلو حطيت او اتش جروب وشلت اتش فسميته ايثانول، ده برايمري الكول عشان الاتش دي متصله بالسي دي اللي هي مرتبطه بالاو اتش متصله باتنين
H تمام او 2 هيدروجين اتوم يعني بعمل له اوكسيديشن بيتحول للالدهايد المقابل ليه على حسب طبعا عدد الكربون. فهنا بيتحول ل CH3 C دبل بوند O. دي القصه دي بتاعت الالدهايد نفسه C دبل بوند O H في الاخر. فده بسميه اسيتالدهايد. الاسيتالدهايد مش هيفضل كده ساكت, ده بيحصل له برده اوكسيديشن فيرذر اوكسيديشن تاني عشان يتحول للكربوكسيليك اسيد المقابل اللي هو CH3COOH. ده الفانكشنال جروب بتاع الكربوكسيليك اسيد هناخدها بعد شويه. وده بسميه اثاتيك او ايثانويك اسيد. اثاتيك او ايثانويك اسيد هم نفس المسمى بتاعي. طيب هنا لو انا عملت تيرشري الكول فسميته ايزو او 2 مثلا او 3 او الكلام ده كله برضو ده من السكندري. خلاص طالما حطيت رقم او ايزو او تيرشري او الكلام ده او 2 و3 او الكلام ده كله ده بقى فيه برانشنج ما بقاش برايمري خالص. يبقى انا كده الايزوبروبانول ده انا عندي 1 2 3 فبروبانول, وهنا في او اتش في الوضع الافقي ده فايزو ايزوبروبانول. ايزوبروبانول هيحصل له ده الاتش هنا اللي ماسكه في الاو اتش, السي اللي ماسكه في الاو اتش معاها اتش واحده, فده هيحصل له اكسيديشن لايه؟ لكيتون. لما تشيلها مع ميه هتبقى هنا في دبل بوند او وسي. سي دبل بوند او دي R C double bond O R ده سميته كيتون. وهناخد الكلام ده ولازم نحفظ الفانكشنال جروب شكلها عامل ازاي بالريبيتنج ومرارا وتكرارا. ان شاء الله الموضوع بيبقى سهل والاسئله بتيجي سهله في الامتحان يعني, فما نتخضش من الكلام. يبقى اوفرول كده احنا برضو خلصنا الالكول, عرفنا معلومات مهمة, اتكلمنا عن السوليبيليتي الالكان اللي احنا خدناها في الاول عكسناها هنا وابتدينا نشوف السوليبيليتي وتأثيرها ونشوف بقى مين الالكول المور سوليبل عن التاني. وقلنا طبعا في سؤالين حضراتكم هتجاوبولي عليها, وقلنا طبعا الحاجات دي الديهايدريشن بيعتمد على وجود الاتش والاو اتش بتاعتي والهيدروجين بوندنج. فكل ما كان عدد الاتش قليل جدا في التيرشري ده ما فيش اصلا اتش, فكل ما كان الديهايدريشن او الليابيليتي تو ديهايدريشن اعلى من السكندري واعلى من البرايمري. طيب في النورمال كونديشن في الديجراديشن بتاعي اللي هو الاكسيديشن ما بيحصلش بسهوله لو انا حطيته في سيلد كونتينر ات روم تمبريتشر. طيب كلهم بيحصل لهم ميتابوليزم في الجسم بالاكسيديشن برايمري وسكندري فيما عدا التيرشري اكسكريتد ان تشينجد نوت ميتابولايزد. البرايمري اكسيديشن للكورسبوندنج الدهايد, وبعد كده فيرذر اكسيديشن لكورسبوندنج كربوكسيليك اسيد, والسكندري الكول بالاكسيديشن بيتحول للكورسبوندنج كيتون, والكيتون بالريدكشن باللوجيك كده هيتحول للكورسبوندنج سكندري الكول. برضو احنا كده خلصنا الالكول, اي ثينك ان الموضوع سهل يعني ما فيهوش تعقيد. نقول بقى على الكربوكسيليك اسيد جروب اللي هي COOH يعني R معاها COOH. زي ما احنا قلنا الاسترينث بتاع الاسيد بيزيد ويقل بايه بالظبط, طبعا مش هنعيد فيها تاني. الجروب اللي اتاتش تو كربونايل اللي هي C دبل بوند O دي بنسميها كربونايل اتوم او كربونايل جروب. طالما C دبل بوند O OH و R هنا مثلا دي بسميها كربونايل جروب تمام. على حسب الالكايل جروب الموجوده يعني انا مثلا سي عندي ار سي دبل بوند او او سي او او اتش, الار دي هي اللي هتحدد هنا بقى السترينث بتاع الكربوكسيليك اسيد. خلاص يبقى كل ما كانت الار دي الكترون ويزدروينج فهتسحب الالكترون كويس قوي فهيبقى سهل ان هو يسيب البروتون, فهيبقى الاسيديتي بتاعته عالي قوي يبقى سهل ان هو ديسوشيت البروتون ودينويت البروتون فيحصل له ايونايزيشن بسهوله تمام. زي ما احنا شايفين اهو ده سي دبل بوند او ار, هنا الار دي كانت الكترون ويزدروينج جروب زي مثلا الكلورايد اللي كل الهالايد بتبقى الكترون ويزدروينج, الاو مثلا النيتروجين, الاس مثلا وهكذا تمام. فسهلت قوي فالبوزيتيف ده هيطلع بسهوله فخلت الديسوشيشن او الايونايزيشن سهل شويه فبقى الاسيد مور سترونج. طيب كل ما كانت الار دي الكترون دونيتنج يعني بتدي الكترون كل ما قللت طبعا الاسيديتي تمام. زي مثلا السي اتش 3 الحاجات الالكان بقى اللي احنا قلناها سي 2 اتش 5 وهكذا. خلاص يبقى دي قصه السترينث بتاع الكربوكسيليك اسيد.
طيب التراي كلورو اسيتيك اسيد ده حمض قوي جدا، ولكن ناخد بالنا ان اقوى حمض موجود اللي احنا قلناه اللي هو البير كلوريك اسيد ال HClO4. انما لو جالي في الاسئله وده سؤال بيجي في الامتحان التراي كلورو اسيتيك اسيد اللي هو ده الرمز بتاعه COOH اللي هو ده كربوكسيليك اسيد، والسي فيها 3 كلور، 3 كلور يعني 3 الكترون ويزدروينج عمالين يسحبوا نيجاتيفيتي، فهيسيب بسهوله ال H خلاص، فهيخلوه يسيب الاتش بسهولة. تمام كده، يبقى البي كي اي بتاعتي بتوصل ل 0.65 due to electron withdrawal of electron from OH زي ما احنا قلنا bond by the electronegativity of chlorine atom. any mineral acid باللوجيك كده اللي هي الانورجانيك زي المينرال اسيد دول او انورجانيك اسيد HCl H2SO4 وهكذا is much stronger than اقوى واحد فيه او strongest carboxylic acid. خلاص دي برضو معلومة من المعلومات اللي احنا المفروض نعرفها. يبقى احنا لو هنرتب ال، وطبعا قلنا البير كلوريك مكتوبة تاني هي لأهميتها هي strongest acid، لو هنرتب يبقى اول حاجة البير كلوريك acid تمام ده اقوى حمض على الاطلاق، وبعد كده اي inorganic acid او mineral acid اللي هو مثلا HCl، وبعد كده مثلا H2CO3 والقصص دي، وبعد كده بقى الكربوكسيليك acid اللي ماسك فيه في السي اللي ماسكه في COOH دي ماسك فيها ايه كلور بروم هالايد اللي هما الكترون withdrawing جروب، وبعد كده بقى بتيجي الحاجات اللي فيها الكان مثلا CH3COOH وكل ما زودت عدد الالكان ده بقت ميثايل بقى اضعف وهكذا. يبقى دي برضو القصة بتاعت الكربوكسيليك اسيد وال اسيديتي بتاعتي بحسبها ازاي. طيب السولت اوف كربوكسيليك اسيد مهمة برضو، يبقى كل الفكرة برضو ان انا بعمل سولت فورم عشان احسن السولابيليتي شوية، وفي الاخر هطلع اسيدك تمام. وطبعا زي ما احنا قلنا كل ما زودنا عدد النمبر اوف كربون كل ما هقل السولابيليتي، يعني الحاجات اللي بتحتوي على اكتر من 5 كربون تقريبا الحاجات اللي مثلا C5 دي خلاص هتبقى بور ووتر سولابيليتي، كل ما زودت عدد الكربون في الكربوكسيليك اسيد كل ما قللت السولابيليتي لحد ما اوصل ل C5 الكربون رقم 5 ده هيبقى خلاص بقى بور ووتر سوليبل مش هيدوب. عشان كده بعمل السولتس بتاعتي، وحتى برضو السولت بحافظ على عدد الكربون ما يبقاش كبير زي كده. طبعا مهم قوي ابقى عارف ان الفالبروبيك اسيد واحد من الكربوكسيليك اسيد، عشان احسن الذوبان بتاعه بعمله صوديوم فالبرويت تمام اللي هو بعمله سولت فورمينج، يعني ادي الكربوكسيليك اسيد وكده كده هناخده تاني فهنحفظ الستراكشر بتاعه من الحاجات المهمه اللي بيجي في الامتحان. الدايكلوفيناك برضو والنابروكسين برضو نفس القصص اللي احنا بنقولها. مهم بقى قوي الاستياريك اسيد برضو من الحاجات اللي هي كربوكسيليك اسيد، في شريط طويل عريض كده في 18 كربون اتوم زي ما احنا شايفين في المربع هنا 18 كربون اتوم، ادي ده بين سي او او اتش يعني سي و16 17 وسي كمان 18، يعني انت لو شلت السي او اتش على جنب اللي هي دي فهتلاقي فيه 17 كربون اتوم مفيش فيه ولا دبل بوند، يبقى ده بسميه الاستياريك اسيد. تعالوا نعدهم، يعني شيل السي او او ان اي ده اللي هو سي او اتش الكربوكسيليك جروب هتلاقي فيه 17 كربون 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 كربون وزاوت اني دبل بوند، يبقى ده على طول الاستياريك اسيد. والاستياريك اسيد مهم شويه فبيجي لي في الامتحان فعليه بعض المعلومات. الاستياريك اسيد فيرلي ووتر سوليبل تمام ولكن بيعمل سوب وز ديجري اوف ووتر سوليبيليتي اند ابيليتي تو ديسولف اورجانيك كومباوند، هو نفسه ممكن استخدمه عشان اقلل السيرفس تنشن بتاع الميه واستخدمه كواتنج ايجنت زي ما احنا اخدنا في السيوتكس، بيحسن السوليبيليتي بتاع الاورجانيك مولكيول في الووتر عشان بيعمل لي بقى مايسلز والحاجات دي، فبستخدمه واتنج ايجنت وليه انتي بكتيريال بروبرتيز.
خلاص دي معلومات عن الاستيريك اسيد نعرفها، والاستراكشر برضو مهم اعرفه. الاريثروميسين برضو من الحاجات اللي هناخدها ان شاء الله بالتفصيل، بتتعامل في الاصل في لاكتو بايونيت سولت عشان استخدمه في الانجكشن، ولكن لو انا عايز استخدم سولت يبقى لايبوفيلك بزياده شويه ويحسن البايو افيليبيليتي والابزوربشن والاورال اكتيفيتي بتاعتي، فباخده في الاستيريت سولت. فبما اننا يعني بنقول الاستيريك اسيد والكلام ده، برضو اكشوالي كده خلصنا كل ما يخص الكربوكسيليك اسيد المعلومات المهمه. هناخد الفينول سريعا كده، برضو الفينول من الحاجات المهمه. ده رسمه الفينول او الفينول نفسه، بيبقى عباره عن اروماتيك رينج اهي، وطاله ماسك فيها او اتش. طيب لو 2 او اتش هناخد الكلام ده الاثنين اورثو تو ايتش اذر، بسميها كاتيكول رينج، هناخدها في الكاتيكولا ماينز. طيب لو او اتش بارا تو ايتش اذر زي كده فسميته هيدروكينون. تمام، دول على الاقل عرفوا اشكالهم، مش لازم الاخيره دي. تمام، والفينول طبعا مهم بان احنا بنتكلم عليه دلوقتي. الكاركترز بتاعت الفينول زي ما حفظت الكاركترز بتاعت الالكول كده والالكالويدز وقلت مهم بتيجي في الامتحان، فدي برضو نفس الكلام. الفينولز ما هي الا اروماتيك نيوكليس ان ويتش وان اور مور اتش اتوم هاف بين ريبليسد باي او اتش جروب، نحفظها كده يعني بنشيل اتش من دول ونحط او اتش جروب على حسب العدد بتاعي. ذي ار ويك اسيدز اند كابابل اوف ميكينج سولت ويز بيزس، مهم قوي قوي كل كلمه بنقولها. ذي ار سسبتبل تو اوكسيديشن، يعني برون تو اوكسيديشن، بيحصل لها اوكسيديشن بالاتموسفير OH. تمام، they have some general character of tertiary alcohols، ليها نفس او بعض الكاركترز بتاع التيرشري الكول، والهيدروكسيل جروب اتاتشد تو ذا اروماتيك رينج على طول. تمام، زي ما احنا شايفين كده، خلاص دي يعني من وصف المركب. يعني بنفرن واحد من الفينول بسميه بوليفينول which is readily oxidized. يبقى مهم قوي معلومات الفينول ان انا ابقى عارف شكله، ان الهيدروكسيل جروب اتاتشد مع اروماتيك رينج، الاروماتيك نيوكلاس نفسها حصل فيها replacement ال1 or more H واتحط مكانها جروب من ال OH، وعندي تاني هي weak acids capable of making salts with weak bases susceptible or prone to oxidation by atmospheric oxygen. They have some general characters للtertiary alcohol. برضو كده خلصنا الفينول سريعا. هنتكلم بقى عن بعض الفانكشنال جروب بقى اللي جايه، مش هنتكلم عليها كتير باستفاضه زي الحاجات اللي احنا خدناها قبل شويه.